وكأنها تنتقم للطبيعة التي غيبها البناء العشوائي. آليات البلدية ولجنة رفع التجاوزات اقتحمت شارع معارض الأثاث وسط البصرة بإسناد أمني كبير، معلنة إطلاق حملة الشهيد عبير الخفاجي لإزالة التجاوزات التجارية في المحافظة. وبحسب حكومة البصرة فإن التجاوزات السكنية تقع ضمن حسابات الإزالة مستقبلا بعد توفير البدائل. كل تجاوزات تجارية يجب أن تزال من كافة المناطق في المحافظة، فهنالك توجيه إلى كافة رؤساء الوحدات الإدارية. التجاوزات السكنية كلها محل نظر، لكن حقيقة ليس بإجراء قسري، إنما ربما بإجراء بديل. هنالك فكرة لتوزيع قطع أراضي، عملية توزيع قطع أراضي مستمرة. وفي وقت أيد الشارع البصري خطوات الإزالة وتحويل مواقع تلك التجاوزات لمساحات خضراء، طلب أصحاب الملك العشوائي بتوفير البدائل لهم بعيداً عن الوعود غير المتحققة. السيد المحافظ جزاه الله ألف خير، احنا رفعنا له قوائم ورفعنا له كافة المتطلبات اللي طلبها من عندنا والبلدية بالذات، وهمشنا على ثلاث أوراق أو تعتبر مستندات، يعني همشنا إياها عليها. هو راد من عندنا مثل ما تقول راد نسوي فد واجهة حضارية بالمحافظة، ولكن الوعود كاذبة. لساد كل احنا مع القانون، ما حد يقدر اليوم يتجاوز القانون، بس اليوم أنا المتجاوز البسيط من أشوف الحملة تبدي بالحيتان شيء أكيد أنا من يمي أسحب نفسي، فحملة التجاوزات هي خلينا نقول خطوة جيدة، بس يا ريت تبدي بالحيتان. عملية تحطيم العشوائيات لأكبر شوارع البصرة المختص ببيع الأثاث المنزلي والمكتبي عامة انتهى بثقة شعبية بعدم توقف هذه الآليات رضوخا لجهات حزبية نافذة، كما حصل في سابق الحملات خلال الأعوام الماضية. منذ ساعات الصباح الأولى الجهات المعنية تواصل حملة إزالة التجاوزات من شوارع مركز البصرة، ويبقى السؤال المطروح، هل ستصل هذه الآليات إلى شارع الوفود الذي يعرف بوجود تجاوزات فيه من جهات نافذة؟ الإجابة لدى الجهات المعنية. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.